السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة ماستر التقنية، وياكم أخوكم ماستر. شباب، مبدئيا أشكركم على الوقفة المشرفة على القناة ودعمكم المستمر لها ودعمكم المستمر الصفحة الخاصة بالقناة رفعت رأس. أما اليوم فعدنا مراجعة للهواوي B9 بلس. بعد ما سويت مراجعة للهواوي B9 وتعرفنا على مواصفاته وتعرفنا على عيوب هذا الجهاز، فطلبوا من عندي عدة طلبات على القناة نفسها وعلى الخاص وعلى الصفحة الخاصة بالقناة، انه نريد نعرف مواصفات الهواوي B9 بلس، ووعدتكم بعد العيد مباشرة. واليوم جبت هذا الجهاز وسويت له مراجعة وتعرفت على مواصفات الجهاز وتعرفت على التصميم الخاص بالجهاز، فالصراحة كان جهاز روعة. وللعلم انه هو احدث جهاز من شركة هواوي نفسها، فشركة هواوي كل الخبرة اللي تمتلكها وضعتها بهذا الجهاز، كل التقنية اللي حصلت عليها بالسنين اللي فاتت بتصنيع الجهاز أكيد وضعتها بهذا الجهاز، تكون هذا الجهاز هو الواجهة الرسمية لشركة هواوي. صراحة جهاز روعوي اسمه، بعد ما شفت الجهاز وتعرفت عليه. خلونا نشوف الفيديو ونشوف شنو راح. طبعا بما يخص تصميم الجهاز، اكيد تصميم الجهاز مثل ما تعودنا بالمعدن من الكامل، بسماكة 7 ملم، ابعاد 150 × 75، وزن الجهاز 162. من الاسفل مثل ما نشوف المايكروفون زائد الشاحن زائد منفذ جاك، من الايمن هو الباور زائد الفوليوم، من الاعلى منفذ الاي ار زائد مايكروفون الثانوي، من الخلف كاميرتين لايكا زائد السنسر زائد فلاش حار وبارز زائد بصمة طبعا، وشعار هواوي من الاسفل. هذا ما يخص التصميم بالجهاز، وطبعا الجهاز يستقبل شريحتين او شريحة ورا. اما شاشة الجهاز فيكون حجمه 5.5 بدقة 1920 × 1080 فول اتش دي، كثافة 401 نقطة في البوصة، حماية عليها من غوريلا جلاس من الاصدار الرابع. اما ما يتعلق بالمعالج الخاص بالجهاز فهو من نوع هاي سيليكون، معمارية 64 بت، من نوع كيرين 955، طبعا رباعي النواة 2.5 كورتكس زائد رباعي النواة 1.8 كورتكس، برام 4 جيجا بايت. وبهذه المواصفات راح تكون سرعة الجهاز جدا قوية، وهذه المواصفات اللي ذكرتها مثل ما تشوفوها مذكورة بالضبط، انه احنا مجرد ما ندخل على ضبط الجهاز ونروح حول الجهاز راح نلقى المواصفات الخاصة بالجهاز. وهذه هي احلى فقرة من شركة هواوي، انه هي تذكر مواصفات الجهاز زائد الاصدار من الاندرويد وهو المارشميلو اللي اجى قبل فترة تحديث، وكان التحديث هو مجرد تعديلات على السوفت لكن غير تحديث جذري، يعني بما انه التحديث اللي اجى هو تحديث تكميلي، يعني مو تحديث هو راح يغير من اصدار الجهاز، بالعكس اضاف له شغلات جدا جميلة وصحح به اخطاء من ضمنها متجر السمات الخاص بالجهاز. وقلت انه سرعة الجهاز بعد فتح التطبيقات مثل ما تشوفون كانت سرعة الجهاز جدا قوي، وهذا الشيء كنا متوقعينه قبل اصدار الجهاز نفسه.
أما كاميرا الجهاز، فكاميرا الجهاز هي من أهم ما يميز هذا الجهاز، إنه خبرة شركة لايكا وضعتها أيضا بهذا الجهاز بطلب من هواوي. كاميرا الأمام مثل ما شوفها بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجا بكسل، فتحت عدسة 2.2. طبعا الكاميرا والتطبيق الكاميرا هو معروف من شركة هواوي، تقريب ثاني أقوى تطبيق للكاميرا أنا أعتبره. وهاي اللقطة أخذتها بالكاميرا الأمامية مثل ما تشوفون، إنه أنت ما تحس أبد إنه أنت تستعمل كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل. وهاي الكاميرا الخلفية طبعا هن من لايكا طبعا، زائد إنه شركة هواوي أضافت إفكتات جدا جدا جميلة وقوية على هذا التطبيق الخاص، وجعلت التطبيق احترافي، بحيث إنه هو يحتوي على الـ HDR زائد البانوراما زائد التتبع التلقائي زائد إفكتات مثل ما تشوفوها، إنه من خلال التطبيق تقدر تغير نوع التصوير الخاص بك. أما بالنسبة لصوت الجهاز، فصوت الجهاز من الأصوات الجميلة اللي أنا الصراحة استمتعت بيها، مثل ما تسمعون إنه صوت الإشعارات زائد التطبيقات صوت جدا جميل. كان الخروج مالته من منطقة محددة، انه انت ما تتضايق بوضع الجهاز على الوجه او على الظهر، وما راح ينكتم عندك الصوت باي ظرف، وكان صوته يعني مناسب، واحس بيه تضخيم يعني نوعا ما، انه هو قريب لفكرة الدولبي، لكن بمخرج سماعة يعني فردية، انه ما راح اكيد تواجه هذا الشيء، لكن نوعا ما كان الصوت مالته ممتاز، وصراحة ما واجهت بيه اي مشكلة. أما بالنسبة للبصمة، فشركة هواوي هي أكثر شركة تعتني بالبصمة، بحيث أنه هي ما تعمل البصمة كتطبيق للأمان فقط، مثل ما تشوفون تخلي بها أكثر من استخدام، بحيث أنه أنت راح تستخدمها لعدة مهام، من ضمنها تنزيل لوحات الإشعارات وقفل التطبيقات، زائد مثل ما تشوفون الحركات الجميلة اللي أنت من خلالها تصغر الشاشة، ولو هو هالشي خارج البصمة، لكن البصمة استعمالها جدا جدا مميز بهذا الجهاز، إنه أنت تقدر تعمل بها كثير شغلات، من ضمنها التقاط الصورة، من ضمنها تنزيل لوحة الإشعارات، من ضمنها التطبيقات الحديثة وغيرها، فكل هذا موجود بالضبط زائد دعم الشركة للبصمة. أما بالنسبة لذاكرة الجهاز، فذاكرة الجهاز تجي ب 64 جيجا بايت زائد نسخة رام 4 جيجا بايت زائد فتحة تقدر من خلالها أنه أنت تدرج SD كارت إلى 128 جيجا بايت، وما أعتقد بهذه الذاكرة راح تواجه مشكلة بالنسبة للجهاز. أما بالنسبة للبطارية والشحن، فبطارية الجهاز تجي ب 3400 ملي أم زائد دعمها للشاحن السريع. من خلال هذا الشيء انه انت ما راح تتضايق، يعني خاصة انه الجهاز يدعم الشحن السريع، فبالتالي حتى وان نفذ الشحن اعتقد شحنه راح يكون بالنسبة لك سهل، لكن كشحن للجهاز انا بالنسبة لي الميت 8 كان افضل، لكن الشحن مالته نوعا ما لا بأس به قياسا بحجم الشاشة. بالنسبة للأدوات الإضافية، فأكيد شركة هواوي هي من أهم الشركات اللي تعتني بالسوفت الخاص بجهازها، بحيث أنه هي دائما تضيف مثل ما يشوفون الأدوات الخاصة به، وتضيف تطبيق السيكيورتي اللي هو انا مثل ما قلت لكم اعتبره من ثالث اهم تطبيقات اللي موجودة على هذا الجهاز، من خلاله تمسح البيانات المخلفات، من خلاله تسوي كثير امور. طبعا مثل ما تشوفون هذه حركة جميلة من شركة هواوي، انه انت بمجرد ما تضغط زر الباور زائد رفع الصوت راح تتمكن من تسجيل الشاشة فيديو، مثل ما تشوفون انه انت من تضغطهن يجيك رنج بالاعدادات انه دقائق، زائد انه مثل ما تشوفون الاشعار التنبيه الفوق الخاص بالتسجيل، انه بمجرد ما تسجل وتخلص تضغط على هذا الاشعار تنزل البردة راح تلقى انه هو موجود عندك التسجيل جاهز، فتدخل عليه مثل ما تشوفون التسجيل بيه جدا سلس ونوعا ما بسهولة، يعني احسن ما تستخدم باقي التطبيقات اللي تسجل بيها وتكون اي اما مدفوعة الثمن يا اما تحتوي على اعلانات مزعجة، فهذا الشيء كان مدعوم من شركة هواوي نفسها. أما الزر الباور زائد خفض الصوت فهو للالتقاط الشاشة، وهي حركة جميلة من شركة هواوي. طبعا الأدوات هي بشركة هواوي مو فد شيء جديد، وعودتنا على التميز.